بستوعب موضوع الترند ده، ما الناس بتقولي انا مش يعني مش مستوعبه قوي فكره يعني الترند. انا بخلص ما كنتيش قصده؟ لا طبعا اكيد مش قصده، انا بس كان اهم حاجه عندي انا وبوسي شهاوي الستايلست بتاعتي انه اهم حاجه نبقى ملتزمين بالرولز بتاعت الريد كاربت. يعني احنا كل حاجه كنا وير فوكسنج ان احنا بنقدم مهرجان لبلدنا لما يروح في اي حته، لان مهرجان الجونه برضو بقى الناس اللي بيستضيفوهم ممثلين انترناشونال بيجيبوا افلام من كل حته بتعرض في مهرجانات عالميه. فكان اهم حاجه عندنا ان احنا نلتزم جدا بالقواعد بتاع الريد كاربت. فكان بالناحيه برضو انا حطينا التاتش بتاع الحاجه اللي انا بحبها، ان انا بحب جدا الكلاس الافانجارد اللي هو الكلاسيك على تريندي. فبس فالحمد لله انه فرقعتي بسط قوي. تفتكري السر في ايه؟ طيب الحمد لله السر في ايه تفتكري؟ السر في ايه؟ مش عارفه غير حلاوتك يعني. لا والله مش السر في ايه، اكيد في انك تبقي لابسه اللبس المناسب للمكان. يعني انا شايفه انه دايما الشخص بيبقى طبعا في الاول في الاخر هو انت شخصيتك انت في الاخر هي اللي لابسه وماشيه وبتتكلم وبتضحك وتكوني مستريحه كمان. وتكوني مستريحه بالظبط، تبقى حاجه شبهك ومش حاجه مش شبهك. يعني ما تلبسيش الحاجه تريندي وخلاص. انا بحب البس حاجه شبهي بحبها مرتاحه وانا لابساها، مرتاحه وانا رافعه شعري في الشكل ده. فهي الفكره برضو الاهم انك تبقي لابسه الحاجه المناسبه في المكان المناسب. صحيح. بس دي اول مره مهرجان جونه ولا دي ثالث مره مهرجان جونه؟ اذا انت حريصه بقى على جدا. ليه؟ عشان غير الريد كاربت وانك بتبين. طبعا اكيد طبعا الريد كاربت جزء مهم من حياتنا يعني كبنات، انه نلبس ونحط ميك اب ونتصور طبعا دي حاجه اكيد مهمه. بلس ان انا بابريشيت قوي او بقدر قوي الفيلم بتاع المهرجان، لان هو طول الوقت بيوصل لك بالشكل الحقيقي الشخص الطبيعي بيعمل ايه. يعني ازاي احنا واحنا قاعدين في مشهد لو احنا في الحقيقه بنتكلم ازاي، التفاصيل الحقيقيه بتاعه حياه البني ادم الطبيعي. فانا انتوا اكتر الحته دي يعني بيناقشها بواقعيه، بيناقش حياه البني ادم بواقعيه اكتر. انت بتقولي ان افلام المهرجانات افلام حقيقيه اكتر قوي ومبينه تفاصيل حياه الناس جداً البسيطه كمان جداً وتجارب الناس. انت حتى بتتعلقي بمعاناه الشخص، بتتعلقي وهو مثلا مش عارف ياخد نفسه، بتحسي ان انت مش عارفه تاخدي نفسك. ده ما بنشوفوش في السينما التجاريه. مش السينما مش تجاريه، السينما موضوعيه. يعني ايه؟ يعني انت بتناقش فكره الحاجه بموضوعيه، وطبعا في حته كوميرشال عشان احنا عايزين برضو نكسب اكيد نعمل ايرادات.